رغبة، وهو قاعد عامل لي مش عارف مهتم بروحه يا ابني في ايه؟ في ايه؟ هو حتى في الحديث القدسي الله يستحي من، افلا يستحي من الله؟ هو يعني نسال الله ان نستحي نحن من الله سبحانه وتعالى. يا رب يا رب. ودخل معه السجن فتيان، فالاثنين شافوا رؤيا، كل واحد رأى رؤيا يعني. نعم. الاول قال اني ارى اني اعصر الخمر، انا شفت نفسي وانا كده ايه بعصر الخمر. وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير ايه منه. من. نبهنا بتاويل انا نراك من المحسنين. بماذا؟ بسابقه وجودي في السجن، بما صنع من مقدم صلى الله عليه وسلم. هو المحسن، ما هو المحسن؟ ما هو المحسن الذي لا يظهر منه الا كل خير؟ المحسن المحسن ده سواء في المال، في العطاء، في الكلام، في التعامل، في التحمل، في الصبر، في الاصطبار، في العفو، في كل شيء هو محسن سبحان الله. ومن احسن احسن الله اليه. ونعم بالله. وهي اعلى درجه في العباده ان تعبد الله كانك ترى. الاحسان درجه الاحسان، الاسلام والايمان، وهذا هو اعلى درجه والإحسان. ان تعبد الله كانك ترى، فان لم تكن ترى فانه يرى سبحان الله. نعم. ف اول سيدنا يوسف ما قصت عليه الرؤيا كان لابد أن يبلغ رسالته لأنه رسول. هو كلف منذ إلقائه في البئر. تمام، صار نبيا. وهنا هذه الفترة تقريبا 10 أو 15 عاما صامت تماما سيدنا يوسف. لا، هو متكلم بأخلاقه وسلوكه. يعني حتى لما الملأ قال ربنا ثم بدأ له من بعد ما رأوا الآيات ما تكلم سيدنا يوسف. حكم القرط يدافع عن نفسي مثلا. ما في شهود 100 شاهد جه وقال ان الرجل ده بريء، والطفل الصغير نطق، وانتم صدقتوا، والنسوة قالوا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك، انت عايز اكثر من كده؟ سبحان الله. لكن لا، الغرور القاتل، وان تدوس بقدمك اي انسان مهما كان على انه ديدان وحشرات في سبيل ان تبقى انت جالسا الى هذه الدرجه. هو يصم الاذان ويعمي العيون، انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. والله يا ابن قضيه ابو جهل نفس القضيه. يا لطيف. تسابقنا نحن وبنو عبد مناف، اطعموا فاطعمنا، وسقوا فسقينا، وحملوا اللواء فحملنا، فقالوا منا نبي فان لنا بهذا الشرف، والله لا نؤمن به ابدا. يا لطيف. ايه ده الناس الطيبين دول العلماء هيتدخلوا كمان في بيوتنا ويصلحوا هم مالهم؟ هم كلموا في الدين. قال هو الدين، هو البيت من غير دين يسوي شيء؟ وده دخلوا النساء يتمردوا علينا يعرفنا حقوقهن. لا حول ولا قوه الا بالله. واحد عايز بيته من غير دين، واحد عايز مدينته من غير دين، طب انت ما فمن يهديه من بعد الله؟ لا بس خلاص، لا هادي له. بس هنا كان المنطق معذرة يتطلب أن سيدنا يوسف يفسر الرؤية مباشرة. لا، هو أولا المسجون يود طيفا من خيال، فلما يجي له رؤية عايز متشوق لسماعها، وهو متشوق لسماعها. أقول لك شيء، يطلع فضيلة المفتي في أي دولة عشان يعلننا أن رمضان دخل. هو خلاص هيقرأ أن رمضان غد مثلا أو بعد غد، خلاص الناس كلها عاملة إزاي مترقبة. صحيح. وشهر هذا في موضوع اخر. لا وشهر رمضان الذي انزل، وبعدين وفضائل الشهر الكرنه قاعده ولا خفي، وهو عباره عن والعشر الاواخر من رمضان، ولا كل قاعد يسمع. طب قول لا، هو عايز بارك الله فيه، يعني ده برضه من ذكاء الدعوه شيء طيب ان يلقي ما يريد من قبل، وبعدين وبارك عليكم الشهر الكريم بكره ان شاء الله. بس لكن انا الشهر بكره ان شاء الله، وان الشهر والله لا حد يسمع، محدش هيسمع خلاص. كل واحد كل يروح يشوف حاله. جميل. ده وسيله دعوه طيبه. جميل. مش عارف. فسيدنا يوسف فرصه، تعال انت شفت رؤيا وانت تعال. ابلغهما ان اي مش رؤيا وبس، لو اهلكم هيبعثوا لكم اكل من البيت طعام، انا اعرفكم ايه الطعام اللي جاي قبل ان ياتيكم. لا ياتيكما طعام ترزقان، يعني جاي لكم ضيافه، جاي لكم زياره، سبحان الله. سبحان الله. الا نباتكما بتاويله. بس مش ايه، مش ده نسيت ان انا رجل طيب، انا رجل. لا، ذلكما مما علمني ربي. نبي، الله اكبر. فبيعرفهم ده هو من. ذلكما مما علم. وبعدين ليه؟ اني تركت مله قوم، لان انا عشان دخلت في الايمان ربنا كشف لي الحجب، كشف سبحان الله. يعني فتحت الابواب، فتح باب القلب خلاص. نعم. ما اصبحش في عمى قلب، فاصبح يرى. هذه بدايه
دعوة سيدنا يوسف الحقيقية بالضبط بالكلام. أن سمعنا دعوته كلاما بالكلام. أن سمعنا لسانه ينطق بقضية الدعوة إلى التوحيد. دخل السجن. دخل. سبحان الله. عجيب. سبحان الله. سبحان الله. عجيب. يعني الإنسان هو مسلم في كل وقت. مسلم في كل وقت. في المنشط وفي المكره. في العسر وفي اليسر. في الحرية وفي السجن. في كل وقت. هو عابد لله. نعم. ذلكما مما علمني ربي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. خلوا بالكم ايه السبب اللي انا يبدو محمد ابن البيئة العامة المصرية في هذا الوقت كانت قضية الرؤى مهمة فيها. ومصر وغير مصر. طب استطراد جانبي معذرة. نعم. مصر المذكورة في هذه الصورة هي مصر. هي من هذه البقعة الجغرافية. لانها ممنوعة من الصرف. ام اي مصر لا لا لا. بقعة جغرافية لو اخرى. اي جغرافية اخرى تضع عليها فتحتين او ضمتين او كسرتين. وقال سيدنا موسى كمان أتستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر. اهبطوا أي مصر مش مصر مش مصر هذه التي عاصمتها القاهرة. القاهرة. لا لا لا. أما في يوسف. يوسف مصر. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر. هذه مصر. ادخلوا مصر. ها. وإذا فتح الله عليكم مصر حديث الرسول هذه مصر. نفس القضية. وقال الذي اشتراه من مصر. لو كانت المصر كان من مصري. من مصر لأن منصوبة بالفتحة لأن ممنوع من الصرف. سليم. صح نعم. بلد نعم. بلد نعم. نعم. هي هذه بس نعم. ف اني تركت من التقابل البقع في هذه الارض كانت غير مؤمنه كما تقول او قضيه ايه قضيه الاحلام والرؤى قضيه مهمه سبحان الله. والعجيب ان القصه قائمه محاورها على رؤى. رؤى صح. رؤيا يوسف اني رايت 11 كوكبا. رؤيا الملك اني ارى 7 بقرات سماء. بس في نقطه كما ورؤية فتي السجن تمام في النص. رؤية النبي يوسف كانت محنة له. ورؤية الملك الغير مسلم كانت منحة ليوسف. ورؤية الفتيان. ورؤية الفتيان كبداية المنحة. ايش عرف الملك ببداية قصة يوسف في السجن الذي نسي. رؤية الفتيين. رؤية الفتيين. رؤية الفتيين دي بداية تمهيد للمنحة. تأتي رؤيا الملك لتكون هي المنحة. سبحان الله. فرؤيا النبي كانت محنة ورؤيا الرجل الغير مؤمن كانت منحة. إذن وربك يخلق ما شاء واختار. رؤيا النبي كانت محنة. طبعا. إني رأيت 11 كوكب. ألقي في الجب. رؤيا الملك قالوا ائتوني به. ائتوني به. تعال. أنا ده كبير المستشارين. ده ذراعي الأيمن. سبحان الله. سيدنا يوسف الثالث عليهم لا والله ما أنا خارج إلا لما أشوف الموضوع بتاعي. سنأتي على ذكر رؤيا الملك شك. لكن الشيء بالشيء وذكر. ما رأه سيدنا يوسف رؤيا وما رأه الملك وما رأه الفتيان رؤيا أيضا أم حلم. 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 لكن يعبر عنه بأي صورة إني أرى. إني رأيت أرى. طبعا لأنه يرى النائم فأرى هذا ما يراه سيدنا إبراهيم إني أرى. ما هذا دليل على حتى أن رؤيا الكافر تؤول. سبحان الله. رؤيا الكافر تؤول بس ناهيك لما يكون المؤول نمرة واحد نمرة اثنين أن لما يكون الرأي كمان مسلم ومؤمن وصديق وتقي ونام على وضوء ونام على ذكر ولا ليس بالظالم أظن الرؤية بتاعته ما شاء الله لأن هي أرضا إن كانت رؤية يوسف محنة فكانت بداية المنح برضه لأنها بداية الرحلة ما نيجي وإحنا بنلخص القضية وناخذ 12 درسا بعناوين محددة فوائد قصة يوسف أو ما نأخذه من قصة يوسف بإذن الله تبارك وتعالى. فصل قصير ونصل للسماع لفضلاتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء. فصل ونعودكم معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم. أهلا بارك الله فيكم. يطيب لي في منتصف هذه الحلقة وهذا البرنامج أن نوجه نية السادة المشاهدين والمستمعين بأن البرنامج تغير موعد إذاعته ليلا ليصبح فيه 3:30 بعد منتصف الليل من كل ليلة إن شاء الله. طيب جميل. بتوقيت الإمارات. طيب. هذه وجب التنبيه عليها لسادة المشاهدين المستمعين. برنامج صفوة الصفوة للداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي يعاد يوميا مساء في 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات حتى تعم الفائدة. سيدي نكمل مع سيدنا يوسف. الرؤى للأنبياء نعم ولغيرهم نعم نعم وكان معترف بها في هذا الحقبة عند سيدنا يوسف. واضح أنها يعني البيئة العامة تقبل هذه الرؤى ولها مؤولين
لها أهل تأويل. إذا ليس كل واحد يؤول. لا 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 لا. بالتليفون. لا 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 لابد أن أعرف من الذي رأى. من الذي رأى؟ سبحان الله. ما طبيعته؟ ما خلقه؟ ما سلوكه؟ رجل هي... أم امرأة؟ مسألة رموز. رموز يعني لا. إحداهن اتصلت بأحد المفسر أو مؤولين الأحلام تقول إنها رأت نفسها تجلس على عرش الله. فقال ستتبوئين مكانا عليا. يعني الله أعلم بمراده. لكن على كل خلينا احنا مع سيدنا يوسف. يعني حتى تعم الفائدة، ليس من حق أي أحد أن يؤول إلا بشروط محددة في المؤول نفسه. يعني من أول شروطه أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل. الله أكبر. جيد. وأن يكون يعني فيما نحسبه صالحا ونظنه موصولا بالله سبحانه. لأن إلهامات يعطيها الله لقلب عبد نقي موصول بالله. ثم لا بد من معرفة طبيعة الرأي. من الذي رأى؟ رجل صالح طالح مستقيم منحرف. هذا له دخل في التأويل. له دخل في التأويل. ليست مجرد رموز لا هكذا. لا 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 لا. إني أرى كذا معناها كذا. لا 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 لا. وليست هناك ثوابت قواعد إذا رأيت كذا فهذا كذا. لأن هناك ليس علم. هذا ليس علم. علم تفسير الأحلام. لا 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 ليس علما. هذا ليس علما. ليس. هذه إلهامات. إلهامات. يعني بالله عليك الرؤية اللي رآها هذا إذا أولناها نحن كيف؟ إني أراني أعصر خمر. سبحان الله. يقول له أنت هتفتح محل مشروبات. فالرؤية لها قواعدها ولها يعني لها إلهاماتها. فقضية التأويل للجميع على البحر على الملأ كده يعني لابد أن تكون منضبط. لابد من ضبطها. وكما تفضلتم فضلاتكم لابد من رؤية الرأي. لابد يراه. لابد لابد أعرفه. لابد أن أكون عارفا به. نعم. طيب. رأى الفتيان الرؤيا. أيوة. وقصاها على سيدنا بدأ يوسف. سيدنا يوسف يؤكد قضية العقيدة. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. لأنه ممكن يقول الله ما إيه اللي عرفك هذه المعلومات كلها؟ إيه اللي أوصلك لهذا العلم؟ إني تركت ملة قوم. من القوم هذا؟ نعم. من القوم؟ كله قوم كافر. العزيز مثلا. لا لا أم كله كافر. في بيئة أبي سيدنا يعقوب. ملة يعني تركت إيه يعني هؤلاء الكفار سواء كانوا في بلدة التي جئت منها أو في البلدة الأخرى التي وصلت إليها. والملة يعني؟ الملة اللي هي النحلة أو الدين أو الشريعة. ملة لأنه ممكن الكفار يعملوا ملة من عندهم. ملة الكفر. ملة. نعم. ملة والنحل. ملة والعياذ بالله. ملة تفترق أمتي على 72 شعبة. على 73 شعبة. كلها في النار إلا واحد. ملة. يعمل له ملة. هو يألف ملة من عنده. يا لطيف. وينافح في سبيلها ويدافع عنها ويؤول. لكن سيدنا يوسف ما تحدث عن هذه الملة بقدر ما تحدث أناس لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة. يعني لا هو لا أوجب أن هناك ملتان. ملة قوم لا يؤمنون بالله وملة أبائه إبراهيم وإسحاق. نعم. دي ملة التوحيد وهذه ملة إيه؟ يبقى ملة الشرك. صحيح. هي كده. نعم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمه. يبقى هي قضيتين يا جاهليه عباد الطاغوت يا حكم الله فليختر العبد. نعم. اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله واتبعت مله ابائي وهم بالاخره هم كافرون. ايوه. اذا ما هو طالما عمل من عنده مله يبقى لازم ينكر الاخره. كانت قديما الناس تنكر الاخره. ما هو الان سبحان الله من زمن. سبحان الله من زمن طبعا ليس حديثا. لا 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 قديم. ما تصورته حديثا. لا لا لا, 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 لا. بدأ من انحراف الجنس البشري. أول شيء ينكر الآخرة. مادام إذا أنكر الألوهية من الذي صنع الآخرة وصيرها صحيح. عقيدة في قلوب الناس. فهو أنكر الرب بما أمر وبما حذر. هو باع القضية والعياذ بالله رب العالمين. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. سبحان الله. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وبعدين يؤكد قضية خطيرة. إن الحكم إلا لله. لا حكم عزيز ولا حكم إخوات الذين ألقوني. هناك حكم أساسي هو حكم الله. لأن ربنا يريد شيئا إنما يقول له كن فيكون. إن الحكم إلا لله. قصر القضية على الربوبية. إن الحكم إلا أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ذلك الدين القيم. الدين القيم. الله هذا هو دين القيم. دين الله منذ آدم
إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أمر أن لا تعبدوا إلا لا مشرع إلا الله. ما قاله حلال فهو حلال إلى يوم القيامة، وما نهى عنه وصار حراما صار حراما إلى يوم القيامة. لا يأتي إنسان ليحل أو يحرم. نعم. والذي يزيد في الدين كالذي ينقص منه، عشان بس نضع قواعد العقيدة. نعم. من زاد في ديننا هذا أو من جاء من في ديننا هذا بشيء من عنده فهو عليه رد، لا يقبل. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. تقصر القضية، إن لم يكن الدين القيم فخلاص. الدين الذي له هذه القيم والمبادئ السامية العالية التي إن طبقها الناس سعدوا. وبعدين يقترب منهم يقول لهم إيه؟ يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله؟ طب تسمع لنا بعدين. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مسألة الأكثرية دايما في الأرض فيها كلام كبير. دايما الأكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. مسألة الأكثرية، الأكثرية واضح أن القل. يا آدم قم فابعث بعث النار، لأنه أبو البشر. نعم. يوم القيامة هكذا ينادي رب العباد. نعم. فيقوم أبوكم آدم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم آدم فيأخذ من كل 1999. يا لطيف. يترك واحدا؟ ما الواحد ده يحاسب. لن يذهب للجنة كمان، يحاسب فيه نظر يعني. في 999 يروح النار والواحد يحاسب. أقول لك شيء، أقول لك شيء، مش سوف يأتي زمان على أمتي يقال إن في بني فلان رجل أمين؟ صحيح. صح ولا لا؟ نعم صحيح. أحيانا تبعث عن بني فلان دول كلهم ما تجد فيهم رجل أمين حتى. صح. مش كان سيدنا علي سنة 36 هجرية، علي بن أبي طالب يقول كان الناس يقولون من نعامل في السوق يعني؟ في السوق. والعامل من شئت. وبعدين جاء زمن عامل من شئت إلا فلان وفلان. صحيح. ثم جاء زمن لا تعامل إلا فلان أو فلان. اثنين فقط. سنة 36 ده هذه قياسية طبعا. لكن الآن فأكثر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله العظيم. بعدين ما الحكم للأغلبية والحكم للأكثرية؟ الأغلبية والأكثرية إذا انضبط الجميع بكتاب الله أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كل انضبط بس بكتاب الله. صحيح. أنا لا أسأل من الذي يجلس، أنا أسأل كيف أحكم. الآن هذاك يقال لفضلتك مثلا يعني كل الدنيا خطأ وفضلتك اللي صح بس؟ أنا صح إذا كان معي كتاب وسنة. إذا كان معي كتاب وسنة فمعي الحق المطلق، وغيري يكون الباطل المطلق. وإذا كان واضح النص، واضح لا لبس فيه ولا غموض ولا فيه، إنما واضح المعالم للجميع، فأنا معي الحق. هذا قول فصل. الله قال لابن القيم إذا كثرت الفتن فعليك بالجماعة وإمامهم. قال يا إمام إن لم أجد لا الجماعة ولا إمامهم. قال أنت جماعة المسلمين، طالما أنت راجل ماسك بالكتاب والسنة أنت جماعة إن شاء الله. أرحتنا. يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بالله بالمنطقية كده، تحب تشتغل، عايز أقول مثلا أضرب مثال بسيط يعني. يا أستاذ تحب تشتغل سكرتير عند 10 وزراء وشغل عند وزير واحد؟ عند وزير واحد. طب ليه ما تشتغلش عند 10؟ متعبين مزعجين، ما يقول هذا يمنعه هذا وهذا يمنعه هذا. إذا مش هينفع، هو مش هينفع. ولله المثل الأعلى. تحب تعبد أرباب متفرقة ولا تعبد الله وحده؟ منطق جميل. بس خلاص، أحب إلها واحدا. بس خلاص، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار كمان؟ أنت لما تعبده هو يقهر لك أعدائك. أم القهار عليه هو؟ لا، إن لم تعبده فيقهرك أنت. هي كده. هو يعطيها على الطرفين. إن عبدته قهر لك غيرك. وإن لم تعبده قهرك أنت. وبعدين راح جاء لتفسير بعد ما قضيت التوحيد ونشر الرسالة. قال أما أحدكم أول واحد فيسقي ربه خمرة، واحد هيخرج براءة ويعود إيه إلى الملك ليكون السقاء بتاعه. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيه. خلاص. وراح ماسك مين؟ الذي نجى اللي هو قال لها نجي. ظن أنه نجى. ظن. يقال أن ظن بالنسبة لنا، لكن ليوسف أيقنه، لأن الأنبياء عندهم يقين، ما عندهمش ظن أبدا. 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 ظنهم يقين. ظننا إحنا في شك يعني، فيها يحتمل هذا وذاك. ظن العوام يعني شك، وظن الأنبياء والصالحون يقين. حق.
وقال للذي ظن أن أيقن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. خلينا لما تروح عند الملك يقول له في واحد مظلوم في السجن أنت نسيه، كان مر على يوسف 7 سنين في السجن حتى رأي هذه الرؤية، يعني يقال هذا لأنه في رواية يقول 14 سنة، 7 و7، 7 قبل الرؤية و7 بعد الرؤية، فلبث في السجن بضع سنين، بضع سنين تاني بعدها. هو هنا في هنا قال أما أحدكما فيسقي ربه حتى تتضح الصورة. من ربه؟ الملك. الملك الملك ما هو يقول رب البيت رب الدار. وقال الذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك، عند الملك ليس عند الله سبحانه وتعالى. لا لا لا، وأنت تعطي الملك كده وهو يأخذ منك الكوب فيه يوسف مسكين مظلوم في السجن. لما طلب منه هذا الطلب ولم يطلبه من الله عز وجل وهو نبي؟ ليشرع لنا رب العباد اتخاذ الأسباب، ليشرع لنا اتخاذ الأسباب. وارد 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 تطرق الأسباب ولا غضاضة فيه. لا لا لا، تطرق الباب وتروح للأطباء وتجيب المهندس ويعمل التخطيط ويبني البناية ويعمل البيت وكده. يعني إذا ذهب أحدهم عند شخصية كبيرة لا مانع أن نقول اذكرني عند رب، ما يعني لا بأس. إذا كان لك شيء لك طلب لأن هذا مظلوم، من الذي يرفع عنه الظلم بعد الله إلا صاحب الملك. القرار صاحب القرار اذكرني عند رب. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أنسى الشيطان الساقي أن يذكر ربه الملك بيوسف. بعض الناس يقولون إن الشيطان أنسى يوسف، لا، المخلصين الشيطان ما يجدهمش أساسا هما. وهذا ما سألت فضيلتكم فيه. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أنسى الرجل، أنسى الرجل. لم ينس سيدنا يوسف. لا، سيدنا يوسف ليس عنده شيطان، لأن المخلصين. نعم. قال له إلا عبادك منهم المخلصين، يبقى الشيطان إيه اللي جابه هنا؟ صحيح. طبعا كنت بتفسير ملأ، لكن أنا ما أميل إليه أن أنسى الساقي الساقية الشيطان ذكر ربه. فلبث في السجن 7 سنين سيدنا يوسف. معذرة، نحن نتعلم يعني. هل بقاء سيدنا يوسف في السجن 7 سنين لأنه لم يطلب طلب الخروج من السجن والإفراج عنه من قبل الله تبارك وتعالى وطلبه من العبد؟ لا، الله عز وجل يهيئ الساحة لعبده كيفما يريد هو. أنت في مجال الدعوة، نعم، لا يعرف الإيه الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها. صحيح. أصحاب الدعوات لما يوقفوا الوقف ده يبقى لله، ولما يستمر يبقى الاستمرار ده لله. أنت جندي في الجيش، من كان في الساقة فهو الساقة، ومن كان في المقدمة فالمقدمة. فالإنسان سبحان الله يعني كما يكون. فالله يهيئ ليوسف أمرا آخر، مش قضية أنه هو نسي وطلب من إنسان فبناء عليه الله عقبه. لا. حتى يبلغ الكتاب أجله. بس. فلبث في السجن 7 سنين. يأتي الفرج بقى. احنا خلاص كده بعد كلمة سنين دي الثلاثة مشاهد اللي هي المحن أغلق عليها. هتبدأ الفروجات والآمال والأماني والمنح. هنا بضع من 3 9. نعم. غير معلوم على وجه التفسير. يعني كم سنة؟ 3 9. نعم. من 3 9. تمام. طيب. معذرة، فصل قصير ونعود إلى فضلاتكم. قصير يا ابن الكذب، حرام في رمضان. هذا فصل قصير. فاصل ونعود. فاصل عقب كده فاصل ونعود. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. معنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلته المرة الثانية. قبل ما تقول ايه، انا بس اسال سؤال بسيط. اتفضل. انت ما كل شويه تقول انا عايز نتعلم. انا عايز اتعلم مره. ده وجه اعلامي جديد، موضوع ان تحطوا اعلانات بالشكل ده ولا ده هل ده في الاعلام يعني اتعلم يعني؟ هل كان ده الاعلام يا ابني؟ فسمع وطاعه، يبقى انت لكم قوانين اخرى. نتكلم في موضوع القصه، تقطعنا كل شويه، تخرجونا من الموضوع تماما الصراحه. يعني انا نسيت، انا اصلا كان تركنا يوسف فين بالضبط يعني. فعلمونا اذا كان بس ده وجه اعلامي جديد، قولوا لنا عشان نبقى عارفين يعني. نحاول لملمة الشتات. هنا في البضع سنين من 3 إلى 9 سنوات لم يرد على وجه الدقة. هو ما كثر، بس هي سنوات. وهذه سنوات كثيرة. هذه سنوات من عمره هو بريء. أكثر شيء مؤلم أن تكون بريئا وتتهم. صحيح. لكن المجرم واحد لص، واحد نصاب، واحد أفاق، لم يأخذ حكم. يعني جزاء وفاقة.
صحيح. أما نكون بريء ومظلوم وتقي ونقي بهذا الشكل وهذه السريرة وسلالة نبوة وبعدين كل هذا ينزل عليه ويلقى في السجن وينسى لنسيوه يا لطيف. فاذكرني عند ربك. هم قالوا في البداية حتى حين. حتى هو شطبوا صفحته من أنه رفض يعني بدلا من القتل. هذا قتل معناه أرقيه في السجن خلاص يجي له سكتة قلبية ويموت خلاص ضغط الدم ويموت خلاص وانتهى احنا. وإيه يوسف في هذه الهلمة دي كلها. هذا القضية. كم من أناس كيوسف. ينسى هكذا. ينسى نسيه. ولا حكم ولا محكمة ولا قضاء. فنسأل به السلام. لا حول ولا قوة. أين يذهب هؤلاء من الله ما تعرف؟ لن يذهبوا. لا طبعا. لن يذهبوا. نقارن تسمح لنا فضيلتكم. نعم. مع سيدنا نوح قال أني مغلوب فانتصر. نعم. مع سيدنا يوسف ما دعا. هو. كيف نفسر ما سيدنا يوسف يبدو عنده من الاستكانة بمكان. فمن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن حديث قدسي. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. أي ذكر الله عن طلب المسألة. عن طلب سبحان الله. زي بالضبط ولدين عندك ولدين. ولد كل ما يشوفك أبوي 10 20 30 أعطيني. والثاني الولد إيه؟ ساكت ده بارك الله فيك يا أبوي الله يجزيك عن الخير سبحان الله. أنت تتمنى تعطي من؟ الساكت هذا. من لا يطلب؟ ولله صحيح. المثل الأعلى. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. يا الله يا كلام الله. جميل. إذا الأنبياء يتعلم بعضهم من بعض. لكن هم كل واحد زهرة فواحة أو شجرة في مدرسة خاصة. في 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 خاصة. يعني هذا بطعم كذا وهذا بطعم كذا كل واحد منهم يعني ايه الوان ثم يتكامل البستان. والله يبدو على سيدنا يوسف عليه السلام انه كان جميل الطباع. هو طبيعي هي كجمال خلقته جميل هكذا يعني. ما هو سبحان الله. وبعدين هو من طبيعة اسمه ان الانسان الحزين دايما في شيء من الانطواء على نفسه شاكيا الى ربه ليس شاكيا الى احد لان اباه من قبل انما اشكو بثي وحزني الى الله. نفس القضيه واخد نفس السيره. صحيح. هو راح قال لاولاده انتوا عملتوا وسويتوا ابدا انما اشكو بثي وحزني الى الله. تستمر الرحله. تستمر الرحله والملك يرى الرؤيه. سبع بقرات. الملك معذره غير العزيز. لا الملك غير العزيز. لا لا لا, لا. العزيز ده كان شيء عند زي رئيس وزاره. الملك هذا الكبير. الكبير الراس الكبير. نعم هذا حاكم مصر. هذا هو الملك. نعم الملك. الملك نفسه اللي شاف. جيد. انا ايها نفس القضيه بينادي على الملك. هو مين هو حواليه؟ الملك. انا رايت سبع بقرات سمان. انا شفت من النهر النيل خرج سبع بقرات سمان. واضح. انتوا تقولوا في اللغه لو قال سبع بقرات سمانا لكان النعت للسبع. صحيح. ولكن هي سمان للبقره. نعم. بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف. العجاف اللي هي العظم خرج من اللحم يعني ما فيش مدقع ما بقى والعياذ بالله عباره عن يعني نحيله جف الخرق. ياكلهن سبع عجاف. سبع بقرات نحيفه تاكل السبع سمان وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات. سبع سنبلات ايضا ولكن يابسة. وسبع سنبلات دي خضراء فيها الحب والثانيه جافة ما فيها حب. يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. فيه في الملأ من يعبر. لكن اللي حول للملك دائما يعني اذا كان من هذا الطراز لا يحبون ان يفسروا في وجه حتى الرؤيا التي تنبئ بشر. سبحان الله. ما يقولوش لا شيء يجرح يعني احاسيس معاليه. لا ولو كان حق. ولو كان حق. لا لا لا. عجيب. ما تجرحوه ما خليه ينبر الايه الساقي. يتذكر. انا انبئكم بها ويذكر بعد امه. بعد وبعد ابن عباس قال بعد امه او نسيان. قال الذي نجى منهما وذكر بعد امه. بعد زمن. وابن عباس قال امه يعني بعد نسيان. اذا حطيت الفتحه مكان الشده اذا فتحه يبقى نسيان. امه زمن. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه بعد مده طويله من الزمن. فضلتك تميل لايهما؟ بعد قراءه القران. امه بعد زمن ونسيان. فلبث في السجن بضع بعد زمن ونسيان صعب. فانساه الشيطان الاثنين حتى يبلغ الكتاب اجله. كله بتوقيت الله. سبحان الله. سبحان الله. هو مين اللي جاب له الرؤيه للملك؟ الله. لا اله الا الله سبحان الله. المهم
فارسلوا اوعى سيبونا ادوني اذن بس لزياره الايه زياره السيد يوسف ايها الصديق افتنا. وراح قص القصر سبع بقرات سمان كلنا سبع نجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم فورا وبدون نقاش قال تزرعون سبع سنين دأبا في سبع سنين رخاء في مصر. السبع دول رخاء الا قليلا مما تحصون تخزنوا تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فضربوا في سنبله الا قليلا مما تأكلون يعني التموين اللي يكفيكم خذوه وخلتنا في سنبله. وهذه افضل وسيلة لابقاء القمح محافظا عليه من السوس ان يظل في سنابله دون دراس ودون يعني يخرج الحب من سنابله. وسيلة حفظ الا قليلا مما تاكلون. ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد في سبع سنين قحط ياكلنا ما قدمنا ياخذوا المخزون الموجود في مصر. وخذ يا عم من عندي دي مما علمني ربي هكذا يقول يوسف. ثم ياتي من بعد ذلك عام دي ما كانتش في رؤيا الملك. خد يا عم من كرم الله يا سبحان الله شوف انتوا سجنتوني وعملتوا فيا اللي بتعمل لكن يلا الله الكريم المولد الكريم كريم كريم. ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون يعني ينتشر الزيتون والمحاصيل والنباتات والحاجات الزيتيه والعطريه الخيرات في مصر سوف تكثر. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت مكان يوسف لطلبت منهم ان يخرجوني قبل ان اؤول لكنه الكريم ابن الكريم. لا اله وده ادب رسول الله عليه وده ادب رسول الله. يعني انا لو مكانه حبيب الله كان هيكون والله ما والله ولا يعمل الا صلى الله عليه وسلم بس ادبا عشان يبقي لنا مقام النبوات يحترم سبحان الله العظيم. المهم الملك اول ما وصل التوقيت وضع ايه وكمان سنه زياده لا ده 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 من الصادق وبه ده صادق وما بعد الصادق ده فصل لنا 14 عام وبعدين كمان السنه الزياده ائتوني به. ما يبكيك يا فضيلتك انا وهو يؤول الرؤيه فرج الله يعني خير فرج الله. نعم فرج الله احنا منتظرين فرج الامه يا رب. الامه في كرب الامه الان في سجن في سجن يوسف سجن المعاصي وسجن التهلكه والامم تتداعى عليها ونحن ما زلنا مصرين ان نبقى في السجن مع ان نرتقي بالتقوى والصلاح والعودة ونخرج والله من هذا السجن نخرج من سجن المعاصي إلى بستان إلى بساتين العبادة. المهم لما رجع توني به خلاص صدر أمر من الملك بإيه بالإفراج ده قرار نهائي ده يعلو المحكمة ويعلو القضاء ولا عزيز ولا امرأة عزيز لا 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 للحاكم الأساسي بقى سبحان الله. وارتاح الملك لهذا التأويل ده قرت عينه توني به أستخلصه من نفسي بس سيدنا يوسف لا ذهب إلى هنا أنا أنتوا طلبتوا مني طلب أنا عايزين تخرجوني والله ما أخرج ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. شوفوا الأدب النبوة صرغت فيه مش يسألوا زوجة العزيز عملت إيه معايا لا ما بال النسوة التي قطعن أيديهن اسألوهم عن براءتي ليس لم يقل بقى هي راودتني وكذا وغلقت وانا اروح عند صحيفه معارضه ولا قناه معارضه واشتم واشتم الدوله واشتم الحكومه ده كلام ليس من باب الادب ابدا عجيب سبحان الله هذا ادب يا اخي وانه لو قال لصدق هذا ما حدث يا ابني هذا هو اخلاق الفارس اخلاق الفارس ترفع بنفسه مش لما يجي ساعه النصر يضرب من أذاه بالعكس طب يقول بقى امرأة العزيز حتى يعزل العزيز وتسجن امرأته ويأخذ مكان العزيز هو إن عفوك قاتله هذا العفو يقتل من أذنب إليك والله خلي يمد حسرته والله صلت عليه نذالته صلت عليه نذالته سبحان الله ارجع إلى ربك واسأله ما بال النسوة التي قطعنا إذا الملك كان يعلم بهذه القصة الملك ما سمع الملك أكيد يعلم لأنه أرسل يتحقق من القضية لا وقتها وقتها اكيد كان يعلم اكيد لم ترد اشاره قويه لا هو يسكت اسالهم يعني اذكرني عند ربك هيذكروا بايه بقصه واقعيه قصه حدثت يعني. وبعدين حدثت ايه في بيت رئيس وزراء يعني مش حدث عند واحد مثلا وقال نسوه في المدينه لا 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 والمدينه ومش لسه مش اي نسوه اللي بيقعدوا مع زوجة الملك وزوجة كلهم يعني مع بعض الصفوه من المجتمع يعني بالضبط المهم فراح جمع النسوة
الملك يحقق في القدر بنفسه، لا بالقضاء ولا عايز يسمع. يبدو أن النسوة كنا معروفات آنذاك، هي مجموعة محددة معروفة. أصل يبدو كان التقدم هذا أو الموضوع صوت المرأة المرتفع هذا كان في هذا المجتمع كان عجيب قبل حرية. التاريخ حرية. يقول لك حقا وحب المرأة سبحان الله لا إله إلا الله كانت تسجن سبحان الله. ما خطبكن على فورا نرجع التهمة، ما خطبكن إذا روتن يوسف عن نفسه، إيه المصائب اللي أنتوا عملتوها؟ الخطب هو المصيبة. تراجع قلنا حاشا لله مرة حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز طيب خلاص شوف خلاص بعد الآن حصحص الحق حصحص ظهر وبان وجليا واضحا كالشمس. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. يقال أن هذا وهذا من هذا كلام يوسف للعزيز لم يخن العزيز. لا 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 لا. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. أي خائن تعود عليه الدوام، أي واحد يعمل عليك يعني والعياذ بالله يعني يكتب فيك تقارير سيئة أو يؤذيك أو يتكلم عليك سوف تعود عليه مغبة ما يصنع، ومن زرع حصد ولن تجد من الشوك العنب. هذه دروس مستفادة من قصة يوسف. جميل، بارك الله فيكم، ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لفضيلتكم، شكرا لك، بارك الله فيكم. مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، شكرا لحضراتكم، وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد بمشيئة الله تبارك وتعالى، نقول المرء يعرف في الأيام بفعله، وفعائل الحر الكريم كأصله لا تستغب فتستغاب، فإنما من قال شيئا قيل فيه بمثله. نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.